شروط الصلاة، الصلاة لابد لها من شروط، وهذه الشروط تأتي قبل الدخول في الصلاة. ما أنا سرتي جلدة، إيه سرتي جلونهم كنج أتو أرض لو نأتو ده في جلدة. نعم، الشرط الأول الإسلام. ما أنا سرتي أرنم في جلدة سلو كو هراوتي كو جلدة. فلا تصح الصلاة من كافر من مشرك. ما أنا جلدة سلة دا ونند أون. أنه رمى كافر ولا شرك أنه الله. من يسب الرب، من يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بالدين الإسلامي. معنى أن أنه رمى هم ين الله سبحانه وتعالى هم جالك الدين هم ين النبي صلى الله عليه وسلم. يطوف حول القبور. ولا أنه هيلو إيه إمر جناله. يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. هم ند متر وقوق ون الله سبحانه وتعالى أننا نهون ووتان سن الله سبحانه وتعالى. ولابد أن نحذر من الشرك، لأن الشرك يفسد العبادات، خاصة هنا عندنا الصلاة. سيرتون نكو بي او ويتو كو انيتي كفدو الله سبحانه وتعالى كو نو دون شركو كوكو بونتا جول دوال نانكي سيرتو جول دنن. وهذا الشرط الاسلام يكون في كل العبادات، لا يمكن ان تقبل اي عباده الا بالتوحيد والله اعلم. مانا كون ندي شرط جول دوني مانا اون شرطي اونكا اسلام دو دن فوب في اونغال سيلو كو تاو ندون كو جولدو دوال و دوال نوني و دوال واتا سيلو دي سونا هارا ندون كو جولدو. Tabii.